جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: كنت مسافرة وصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا جهلا مني، وفي اتجاه منحرف قليل عن القبلة. حيث سألت عن القبلة فأشار لي والدي إلى الجهة، وقد أشار بيده مائلة نوعا ما، واعتقدت أن هذا الميل ليس له اعتبار. فإذا بأبي لا يقصد ذلك، فماذا أصنع بتلك الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الميل عن القبلة يسيرا فإنه لا يضر والحمد لله، أما إذا كان الميل كثيرا وأن صارت القبلة وراء الظهر أو إلى الجنب، فإنه إن كان فعل هذا وعنده من يرشده إلى القبلة، أو هناك علامات تدل على القبلة ولكنه تساهل ولم يسأل ولم ينظر في العلامات، فإنه يعيد الصلاة إذا صلى منحرفا عن القبلة بكليته، مع إمكان أن يسأل وأن يتوصل إلى معرفة القبلة، ولكنه أهمل وتساهل فإنه يعيد الصلاة لأنه غير معذور، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا كان بذل وسعه وجهده في تحري القبلة وليس عنده أحد يخبره بالجهة الصحيحة، وليس هناك علامات يستدل بها، كأن يكون في بر واجتهد وسعه وصلى، فإن صلاته صحيحة. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ورد في التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبلة وصلوا، ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم إلى غير جهة القبلة، فأنزل الله هذه الآية.